هذه تعتبر أكثر منطقة حيوية في مخيم جباليا، تم تدميرها بالكامل، عشرات المنازل والأحياء السكنية دمرت في هذا المكان. الصورة أمامكم، الصورة هنا أمامكم، هذا هو المخيم وهذا ما تبقى في المخيم. هذه هي آثار الدماء، هنا نشاهد هذه الجثة المتحللة. تدمير الاحتلال لمدارس الأنوروا في معسكر جباليا، تحديدا شارع حمدان. الآن كما نشاهد تم انتشال جثمان أحد الشهداء من شوارع المخيم،